بالقلم يكتب تلاميذ المدرسة القرآنية أمهات المؤمنين بقرية الحدب، وعلى اللوح يحفظون القرآن، وهي الطريقة التقليدية التي لا زالت المدرسة تعتمدها لتعليم وحفظ القرآن. مدرسة أمهات المؤمنين في تعليمها لكتاب الله على الكتابة على اللوح، وتكون الكتابة بالقلم والدوات، وهذا ما توارثناه عن أجدادنا وعن آبائنا وعن سلفنا الصالح. ولطريقة الكتابة بالقلم على اللوح في تعليم حفظ القرآن فوائد عدة، لهذا تحرص المدرسة القرآنية أمهات المؤمنين على توفيرها للتلاميذ. يجد في المدرسة القلم، ويجد الدوات، ويجد اللوحة إلى غير ذلك. أن الكتابة بالقلم تعينهم على تحسين الخط لديهم، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، حينما يكتب القلم يكون لديه تركيز على كتابته الآيات القرآنية، بعد ذلك في الاستظهار أو في التكرار يكون التلميذ قد أخذ صورة على الآيات حينما كان يكتبها. هذه كذلك من فوائد الكتابة بالقلم. بهذا يكون القلم واللوح طريقة مثلى في تعليم القرآن حفظا وخطا.